احنا هنا مش عشان نقول لكم ان دي جزيره مصريه، جزر مصريه والجزر السعوديه. الحقيقه انا ما اعرفش، انا ما اعرفش. كل حد بيجي بورق وثائق تبدو عظيمه، يعني الحكومه الحقيقه لديها وثائق مهمه جدا، ولديها وثائق فعلا دامغه وبتؤكد ان مصر لا يمكن انها تبقى محتله لهذه الجزر. تسمع بقى المعارضه تجد ايضا لديهم بعض الوثائق، والحقيقه انه على المعارضه ايضا ان تتقدم بوثائقها، تتقدم بمؤرخيها، تتقدم بقانونيها عشان نقدر نفهم، وعلى الحكومه ان تتقدم بكل مستنداتها وما تخافش. حالة التخويف اللي شغالة في الشارع دي مش لازم نخاف منها، حالة التخويف اللي على الفيسبوك والإنترنت مش لازم نخاف منها. إذ إحنا بندور على الحقيقة ولا بندور على إيه؟ لو بندور على الحقيقة يبقى لازم نسمع بعض، لو بندور على الحقيقة يبقى لازم نمسك الوثائق دي ونفهم. وعلى فكرة مش احنا اللي هنقول ان كانت هذه الوثائق حقيقية ام يعني غير حقيقية، ان كانت هذه الوثائق يعتد بها ولا يعتد بها. ده موضوع يا جماعة معقد جدا وفني جدا، ونحن بصدد قضية فنية ولكن تحولت الى قضية سياسية. يمكن الخطأ الأساسي في التعامل مع هذه القضية ان احنا من زمان جدا، يعني النهاردة هتسمع سيد وزير الخارجية هو بيقول انه كان في جلسات 11 جلسة على مدى فترات طويلة، غالبا هذه الجلسات بدأت من 2010. احنا من 2010 ما نعرفش حاجة عن هذه الجلسات، نمنا وصحينا فجأة فوجئنا انه في اتفاقية بيتم توقيعها. هو ده الخطأ الأساسي، ان الناس كانت نايمة انه الجزيرتين دول في الكتب المدرسية وفي كل شيء جزر مصرية، ثم استيقظت نكتشف انها بالوثائق الدامغة مش مصرية. فده طبعا بيثير جدل رهيب. احنا ما نعرفش حاجة عن ال11 جلسة وال11 اجتماع وجلسات مفاوضات اللي وقعت بين المصريين وبين السعوديين حول هذا الامر، ونتمنى انه هذه وثائق هذه الجلسات تعرض على مجلس الشعب، وإن الناس تشوف. يعني إذا كانت الحكومة، وأظن ذلك، إذا كانت الحكومة لديها ورق دامغ، لديها وثائق دامغة، فلتتقدم بها دون خوف ودون ريبة ودون قلق. وإذا كانت المعارضة لديها أيضا وثائق دامغة فلتتقدم بها. نتمنى إن احنا نسمع ده واضح وكلير بدون شوشرة على قناة صوت الشعب. احنا بنشوف وثائق كثيرة، بس تاني مرة أخرى أنا ممكن أعرض لكم كل هذه الوثائق وعندنا آراء مختلفة هنستمع إليها من هنا وهنا. إحنا النهاردة هنسمع كل الآراء، هنسمع رأي الحكومة، هنسمع رأي الأغلبية، سنستمع أيضا لرأي المعارضة. إحنا مش موجودين عشان نقنعكم بحاجة، علشان كل الناس اللي فاكرة إن إحنا عندنا موقف مسبق، لا، نحن باحثون عن الحقيقة زينا زي نواب مجلس الشعب. الفرق إن إحنا مش هنخاف، بمعنى والله لو وصلنا للحقيقة هنا انه الحقيقة في هذا الاتجاه سنعلنها، اذا وصلنا للحقيقة في هذا الاتجاه سنعلنها، وده الحقيقة دور مجلس النواب. الضغط بقى على من يرى ان الجزر او من المقتنع بوثائق الحكومة بانه خاين وعميل وباع البلد، ده غير مقبول. والضغط الاخر على من المقتنعون بانه هذه الجزر سعودية او يعني مصرية، بان هم برضو عملاء وبان هم بيقبضوا فلوس، ده برضو غير مقبول. النهاردة الحوار في مجلس النواب كان فيه كثير جدا من الشوشرة وتبادل الاتهامات، وده شيء الحقيقة انه غير مقبول على الاطلاق. اول هذه الاتهامات كانت ما بين 25-30 وبين رئيس مجلس النواب. اول ما طلع المستشار عمر مروان يتكلم ابتدينا نسمع اصوات متعاليه، باطل باطل باطل. لا، احنا لازم نسمع مستشار عمر مروان، ولازم نسمع الحكومه بتقول ايه، ثم لكم حريه القرار، تاخدوا القرار اللي انتوا عايزين. لكن بعد كده ايضا وبنفس يعني بنفس المعيار، الحقيقه انه ايضا، وانا بعتذر للسيد رئيس مجلس النواب، لكن الحقيقه ان اتهاماته لبعض النواب ان هم قابضين، وان اللي عنده عربيه فوق المليون جنيه، واللي عنده شقق بمش عارفه ايه يبقى قابض، وشوف يعني هذه الاتهامات المرسله ل 25-30 لانهم لمجرد ان هم بيدافعوا عن ان الجزر دي مصريه، هذا ايضا غير مقبول. وبعتذر للسيد رئيس مجلس النواب،
يعني بنفس المعيار، ان ما نقبلش ان حد يشوشر على المستشار عمر مروان وهو بيقول كلامه عشان نقدر نسمع بيقول ايه، وابتدوا غلوشوا عليه باطل باطل باطل، بنفس المعيار نحن لا نقبل انه تشويه سمعه اعضاء مجلس نواب بدون وثائق. وعشان كده النائب خالد يوسف طلع قال يعني احنا قابضين، يعني احنا حراميه. هو كلام يا جماعه كمان برضو غير مقبول وغير منطقي. انت بتقول للناس ما نسمع بعض وبلاش تخوين، يبقى يكون التخوين يبدا من رئيس مجلس الشعب، من رئيس مجلس النواب هو اللي خون النواب. وكمان غير منطقي الكلام ده، لا تخوين لهذا الجانب ولا تخوين لهذا الجانب، خلونا نسمع بعض الجانبين. صكوك الوطنيه محدش عنده صك الوطنيه وزعها على حد، محدش عنده صك الوطنيه وزعها على حد. لا المعارضه تمتلك حصريا صك الوطنيه فتوزعها علينا كلنا واللي يبقى يسمع كده يبقى هو ده التمام والباقي خونه، ولا الاغلبيه تملك صك الوطنيه تقدر توزعه علينا جميعا. كلنا وطنيين وكلنا بنحب البلد دي وكلنا مش عايزين نفرط في حبه رمل، والجيش اولنا، الجيش اولنا، لا يمكن ان يفرط في حبه رمل باي مبلغ باي فلوس باي مصالح. وبالتالي لو خدنا ده مبدا نبتدي بقى نسمع بعض. السؤال الثاني وده برضو اثار جدل، هل احنا من حق البرلمان ان يناقش هذه الاتفاقيه؟ الحقيقه ان احنا عندنا اراء مختلفه، الدوله والحكومه تقول نعم من حق البرلمان ان يناقش هذه الاتفاقيه لانها اتفاقيه اداره، واتفاقيات الاداره يعني احنا بنتكلم على وضع اداري لجمهوريه مصر العربيه بموجب هذه الاتفاقات، وعندهم وثائق، وثيقه من سنه 57 بنتكلم على مذكره للمخابرات العامه 5 مارس 57 بتؤكد انه الجزر دي محتله من مصر، خطاب مندوب الدائم بالامم المتحده، مندوب الدائم لمصر بالامم المتحده 29 مايو 67 بيؤكد ان الجزر محتله، تعليمات عمليات حربيه بتاريخ 7 يناير 1950 بتقول ان الجزر محتلة، خطاب وزير الخارجية المصري إلى وزير سنة 28 بتقول إن الجزر محتلة، إلى جانب بقى الخطابات الأخيرة وكلام آخر. هل هذه الخطابات يعتد بها؟ مش أنا اللي أقول برضو، اللي يقول أهل القانون وأهل التاريخ، هذه وثائق قدمتها الحكومة، هل يعتد بها ولا لأ؟ الدولة بتقول أنا كنت محتلة هذه الجزر ولهذا ده وضع إداري يمكن مناقشته في مجلس الشعب. معارضة قالت لا، ده وضع لا يستقيم. حزب الوفد حزب محترم، حزب وطني، حزب لا أحد يشكك في وطنيته بقى. حزب الوفد أصدر بيان محترم جدا، بيان في الحقيقة تفاصيل دقيقة وفي دراسات وفي وثائق عديدة جدا. هو الحقيقة ما فيش نسخ من الوثائق ولكن دايما في مرجعيات لهذه الوثائق ودراسات وغيره. حزب الوفد بيقول لا، إذا كان الخلاف حقيقي حول وثائق ملكية الجزيرتين فإننا دون شك أمام سيادة حقيقية لمصر عليهما، وهو ما يستوجب استفتاء شعبي على الاتفاقية. حزب الوفد بيقول لك لا، احنا بنتكلم على سيادة، وطبقا للدستور أي نقاش حول السيادة لابد أن نعود فيه إلى استفتاء الشعب. ده موقف حزب الوفد، وده نفس الموقف بقى عندنا موقف المعارضة في 25-30 بتقول لا خالص، هذه الاتفاقية مثلها مثل العدم. ليه؟ لأنه في حكمين للإدارية العليا، حكم بات للإدارية العليا بيقول أنه خلاص هذه هذه جزر مصرية، لكن على الجانب الآخر أنا عايزة أقول لكم الدايلاما اللي احنا فيها أو المشكلة اللي احنا فيها.